اول كوين. ايه بتمنى. شو بتمنى؟ ايه شو بتمنى؟ ما كنتش اطلع معك بهالبرنامج. معقوله هلا؟ ايه ايه ايه. الكوين الثاني هلا بتمنى ما اشعيده معك. ثالث كوين. بتمنى ما اشوفك بقى. بتمنى كنت عم تمزح بثلاث امنيات. اللي بعد وحده الرابعه حيسمي. ايه حيسمي محسوبي ابو مجد. كنت بتمنى ما كنش فنان. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في المايسترو مع نشان. مساء الخير. هكذا تمنى في السابع من رمضان، ولكن ولا أمنية من أمنياته تحققت. الحوار انفجر والريح عكست وسيرت الأسئلة والاستفسارات إلى تصادم ناري بين الموسيقار وبيني. ولأنه مجد لبنان ركن من أركانه الفن، ولأنه الفن بلبنان ما بيفتخر إلا بمجده، الليلة وللمرة الثانية وباستثناء واضح لن يتكرر، بي المجد بالاستوديو وأبو مجد هو المايسترو، والمبدأ هو لا يحق لأي كان ما يحق للموسيقار. رح نتواجه تنتحاور، وبتمنى أنه يبقى ضمن إطار الحوار. نبدأ مباشرة بفقرة النار، لأنه ضيفي طبعه نار، مواقفه نار، والليلة أو نطفئ النار نهائياً أو الحوار بيغلي وبيشتعل وبيلتهب وألسنته بتحرق أخضر وما بترحم يابس. تفضل أبو مجد. مساء الخير. لبس لك أبيض اليوم. منيح الأبيض سليم. تفضل. تفضل. الدنيا كلها ناطرة. شو بده يقول أبو مجد؟ خد اتصالات من سياسيين، من فنانين، صحفيين، بقلب لبنان، برات لبنان، كل الشارع ناطرين. تفضل. شو بده يقول أبو مجد؟ من وراك أنت. ليش عصبت أول شيء؟ أنت عصبتني. أنا سألتك. ايه. انت جاوبت. ما هو الجواب كان سريع جدا. نعم. بس انت علقت مثل عصفور بيعلق على الدبق. بضل علقان ليش يجي بني ادم يشيله. قلت لك 100 مره يا نشان الغي الموضوع بقى يا نشان، رح نعمل مشاكل نحن والعالم. يعني تخيل مثلا، أو رح نبلش اول شيء يعني وائل كفوري. نعم. من مسيك تخيلته مارق بالشارع لوحده، طلع انفجار، اجت شظيه، طلعت الضربه بوائل كفوري من وراء الحديث يلي شظيه ولا شظايا؟ شظايا يلي انت ما كنت انت برايك انا كنت السبب؟ طبعا. برايك انه كل سؤال بساله والضيف بيجاوب، السائل هو بيكون المسؤول. على كل حال الليله رح استمع جيدا. نعم. قدام كل الناس. ايه. رح أطرح مواقف، رح استمع جيدا. ايه. توضيحا، أبو مجد منه جاي حتى يرد على حدا، أبو مجد جاي حتى يوضح. لا جاي شوي في شوية أكاذيب وشوية لك. دايما الناس تتعاطف مع الأولاد. عرفت كيف؟ نعم. فنقال كلام هيك فيه شوية ولدنة شوية. حضرت الحلقات من بعد 7 رمضان؟ من بعد كلهم حضرتهم. حبيتهم؟ لأنه هب البرنامج منيح. من بعد اللي صار انا وياك. طبعا مش انا وياك ابو مجد، من بعد ما انا وياك انت. طيب أنا وياك. انت انا ما راح انسى لك اياه. وانا اليوم انا زتيت انه ما بقى احكي معك ولا بقى تشوفني. صح. ولا بقى اشوفك. بس في شيء اهم من هودي، هي انك توضح اشياء ما لازم تبقى بالقلب او ما لازم تبقى مخبيه. شو عندك انت؟ شو عندك؟ شو اللي مضايقك؟ شو ما خليتك تقول بالفن بالسياسي؟ بالفن الفن واسع كثير. نعم.
حتى الناس كلها انه ليش حطيت على شغله وحده كبس 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 كبس. يعني اليوم اذا بتقول لي اذا بقول لك انا اذا انت بتقول لي مثلا المسيح ابن مريم 10 مرات بقول لك اخر شيء لا خي مش ابن مريم. بده يصير هيك شيء طبيعي. كبس 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 بدك استفزيتك كثير. اوكي بس انا ليه انا بس بالذات والباقيين اللي طلع ما انا ليش رقبتك الكل تركته يحكي وما هتلون انت قد ابو ماجد يا خي على راسي يا حبيبي انا قد بس انت ما بتلقى هاي مشكله انا بلقى كثير منيح لذلك للمره الثانيه عم بستضيفك انت شفت حالك كيف صرت مي وانا مي بكل بيناتنا صرنا مي انا ليك خليني اعترف انه انا قدام موسيقار انا قدام ابو ماجد وما في اثنين ابو ماجد طيب في سؤالات بدها تكون على قد الموسيقار في سؤالات بدها تكون ما يعني من بعد ما تلفن استاذ كبير محمد عبدو نعم والناس كلها شافت تليفونه شغل كبير كثير تنقلني على موضوع يعني مش انه مثلا مشي لا بس انه ما صار الحوار مزبوط أوكي. هلا بدك نبلش الحوار نظبطه ايه بدك تبلش انت بلش مش عارف بدك تبلش انا رح ابدا من مطرح طب قل لي بدينا ايه انا سمعت مثلا انا حكيت عن منصور رحبين الله يرحمه الله يرحمه نحن اليوم بلبنان يا استاذ هشام انت بتعرف نحن اليوم 5-6 بس عم نحارب جحافل جحافل من الفنانين اللبنانيين يلي ما عنده شغل وعمل الا اللهجه المصريه طيب يا خيي ليه هل بقول لك طائفيه ما الطائفيه هذا كله هواء كله اكل ما انا عيب نحكي هذا هذا كله برجع اعتذر بصير يخترع شغلات ليعتذر كله كذب انا عم بعادي 80 مليون مصري كرمال الفن اللبناني عم بعديهم كلهم بيكرهوني اللي صار ليه بدك تعديهم هن عم بيكرهوني لانه انا على طول بقول يا شباب في الاغنيه اللبنانيه برجع بعيد في 7-8 ما بدي ارجع عيد اساميهم رعود معلش في ناس نولا المني سامي الصداوي جورج فرح فيلم وهبي وديع الصافي صباح رحباني زكي كلهم هودي بمجموعه هلا بقولوا ببيض وجه ببيض بشد فيهم المال وشد فيهم هلا انت ناطر شو بدهم يقولوا ما قلت هاو جماعه عملوا شيء اسمه فن لبناني نعم منيح عم نجي اليوم الشباب عم بي 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 ما بفكر فيه هذا الموضوع انه هاو جماعه تعبوا احترق دين عملوا شيء اسمه لبناني ما هيك حال انا وقت حكيت عن منصور انه منصور من بعد ما توفى عسى الله يرحمه عمل اغنيه بس يعني انا حرقه بقلبي انه ليش نحن ما نبقى لوحدنا بالساحه وما بيعترفوا فينا إن اصلا منصور ما بيعترفش بحدا بس عمل اغنيه المهم شو انك يعني انت عمل بس اغنيه عمل مسرحيات شو بدي بالمسرحيات اليوم في حوار رحباني ريبرتوار وارشيف رح يضلوا بذاكره المكتب الموسيقي على والفكري اللبناني والعربي على راسي اليوم نعم. بيقدر يعمل كل جمعه اغنيه منصور وعنده اصوات نعم. وعنده مين يؤدي له هلا اليوم لان حكيت هالكلمه انا صاروا بدهم يقولوا انه لا منصور عمل اتجاه ثاني بعض الصحفيين او اللي بيتفلسفوا فاكرين انه هن ما بيتفلسفوا بيحللوا الصحفيين لا مش اذا كتبوا ما حلش محل مزبوط مين بيحلل اليوم لما تفتح بتفتح مؤسسه مثلا مجله بتلاقي واحد سبك الثاني عاملك فوق كثير هذه مش اداره انا بعتبر انه فيش اداره اليوم في تناقض اراء خليني خي ما تخليني احمق خليني شوي علي انا عتبي كان انه ليش نحن ما نبقى لوحدنا وشايفين انتو يا بيت رحباني شايفين الوضع شو هو بالبلد شايفين انه في جحافل فايت على الفن اللبناني عم تمحيه ونحن عم ننازع طيب وقفوا معنا وقفوا بالساحه مثل ما انتو حربتوا بايديكم واجريكم ليل نهار لتعملوا مسرحيات ثلاث ارباع المسرحيات كان كلها اغاني روق كان كلها اغاني هلا في عندنا حجه انه منصور انتقل على 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 على, على, على المسرح التمثيلي من دون فن من دون اغاني موسيقى تصويريه مع اغاني حواريه مثلا طيب انا من 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 من, من عتبي ومن حزني انا انه ليش نحن متركين هيك بالساحه يعني في ابطال انتوا اللي عملتوا فن ليش واقفين ليش جامدين مين هن اللي عملوا فن؟ لك يا خيي هن من هن؟ بيت الرحباني والاشخاص المسرحيات اللي بيعملوها ما بيعملوها مين قال لك؟ بيعملوها باللهجه اللبنانيه مين باللهجه اللبنانيه ولا اغاني باللهجه اللبنانيه؟ غنت اغنيه يا فيروز زوروني بالسنه مره من زمان
غنتها من زمان. سيد درويش. يا سيد درويش.